أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج طيارة. الزمالك يخرج بفضيحة من كأس مصر على إيد طلائع الجيش، والأهلي يفوز في آخر الدقائق بقدم الجميل محمد مجدي أفشة. يلا بينا. اهلا بكم مرة اخرى. بالنسبة لنادي الزمالك فهو نازل في منحدر رهيب، لسه مش عارفين هيفوق منه امتى بعد الخسارة قدام الاهلي. مش عارف هنتكلم في الموضوع ده كتير لحد امتى، بس الواضح كده ان لسه الزمالك ما ادركش ان الماتش ده خلص، وانه عايز يبص الماتش تاني وفيه بطولة تانية. ده اللي انا حذرت منه في الحلقات اللي فاتت، وارجع اتفرج عليها هتلاقيني موضح الكلام ده، لان نادي الزمالك من حقه انه يكسب. تمام، عنده شوية لعيبة ممتازة، دي الحقيقة، لكن في مشكلة إدارية. وطبعا بعد تغيير الجهاز الفني في وقت قصير أساسا والنجاحات اللي حققها، ففي علامة استفهام تتحط على الإدارة العليا لنادي الزمالك اللي مشيت. ولكن في حاليا ظاهرة جديدة، والظاهرة دي على نادي الزمالك إنه يتفاداها. كتير من مشجعين نادي الزمالك بيقولوا أرى زمالك 2005 يعود، ودي هتبقى مشكلة كبيرة في ظل انت عندك جيل تاريخي لازم تحافظ عليه. دي المشكلة الرئيسية لحد الآن. الزمالك ما فاقش من كبوة النهائي زي ما قلت. مش عارف هنتكلم كتير جدا في الموضوع ده لحد امتى، ولكن لازم نوضح وننوه، لازم نادي الزمالك يفوق. خسارة ملهاش أي معنى، خسارة بدون أداء وبدون روح، خسارة بدون أي إنجازات وبدون أي أدوار، خسارة على المستوى الفني والتكتيكي، خسارة على المستوى التقني والإداري، خسارة على مستوى اللعيبة. اللعيبة بتلعب بدون روح، اللعيبة لسه ما فاقتش من كبوة الماتش. ودي مهمة المدير الفني، إنه يحفز اللعيبة دي تاني ويقول لهم أنتوا لسه إمكانياتكم ما أبرزتوهاش. كل اللي فات ده كان حاجة، واللي جاي حاجة تانية. لازم يحدد أهداف حقيقية يقدر يمشي عليها للفترة الجاية. وبس كده، مش هتكلم كتير عن نادي الزمالك لان الجماهير مش مستحمله اي ضغط او اي تحفيل. انا واحد من الناس كنت ناوي اتريق، بس لقيت ان هي مش مستاهله خالص. هما في غنى عن كل الكلام دون، حتى احنا كمان في غنى عن كل الكلام دون كجماهير للكوره بشكل عام. نخش بقى على النادي الاهلي. محمد مجدي قفشه يتالق من جديد، والله هو ده العنوان، محمد مجدي قفشه يتالق من جديد، بعد تصريحه لما قال من كام يوم مع فايلر، احترامي ليه كامل، لكن مع فايلر كان بيحدد لي أدوار معينة، كان بيقيدني يا إما أبقى مهاجم تاني يا إما أبقى لاعب ديفندر في نص الملعب. ودي كانت مشكلتي الرئيسية، إن أنا المكانين دول ما بعرفش أدي فيهم. حتى في ماتش خلاه يلعب جناح أيمن، وبرضه محمد مجدي قفشة مش ده مكانه الرئيسي. محمد مجدي قفشة مكانه صانع ألعاب متحرر. يعني إيه صانع ألعاب متحرر؟ يعني ارميه في التلت الهجومي الاخير وقول له اعمل اللي انت عايزه. وده سبب تألق محمد مجدي قفشه. فقال ايه بقى المعلم؟ قال مع فايلر انا كنت مقيد، مفيش حريه في الملعب، فما كنتش عارف ابرز ابداعاتي. حتى انا واحد من جماهير النادي الاهلي لما اتكلم ساعه الفتره دي قال فين محمد مجدي قفشه اللي احنا جبناه بارقام كبيره وكنا حاطين املنا كبير عليه وما ظهرش. عرفنا دلوقتي العيب فين؟ عرفنا ان العيب كان مدرب. موسيماني رجل عبقري، ودي جملة انا قلتها قبل كده، موسيماني رجل محنك، موسيماني رجل فنياته عالية جدا ولسه فيه كتير جدا. زي ما قلت الكلام ده مش جديد. وقام عمل ايه؟ حط محمد مجدي قفشة في التلت الهجومي وخلاه لاعب متحرر. وما نتج عن ذلك، محمد مجدي قفشة بيشوت شوطات موت، بيشوت شوط ما بتجليش في اي بقى ماتش في اي حته. هو عارف هيعمل اللقطه امتى، هيشوط الشوطه امتى. ياما لعيبه كتير جت ولعبت وشاطت كتير قوي وما حالفهمش الحظ ان هم يسجلوا هدف رائع زي اللي سجله محمد مجدي قفشه النهارده. كل ده بقى كوم يا معلم، ومعلم مروان محسن كوم تاني. انا ما اعرفش ده بيعمل ايه، انا عايز افهم ده بيعمل ايه. يعني انت كان عندك ازارو، كنا بنقول بيضيع، بس ازارو كان طالع هداف دوري بالصلاه على النبي، لكن مروان ياخد الكوره قدام المرمى والصلاه على النبي مفيش اي حد واخدها فاضيه، يقوم مضيع الكوره في الهوا. يا راجل ده احنا هنتشل، يا راجل
يا راجل كفاية يا راجل يا راجل، كفاية 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 والله. تقريبا هي دي النقطة السلبية في الماتش. الأهلي يعني في مشاكل كده بسيطة، بس هي أكيد مع الوقت وطبعا بالقرارات المهمة جدا اللي النادي الأهلي اتخذها امبارح. الاستغناء عن صالح جمعة، كفاية وعوك كدابة، كفاية كلام ما بيتنفس، احنا كجمهور تعبنا، كفاية وعوب بالالتزام ما بتتنفس. وجه الوقت ان الاهلي ياخد خطوة ايجابية بعد صبر طويل جدا من المماطلات. ده الوقت الحقيقي ان احنا نتخلى عن اي حد مقدرش يلتزم ولو ثانية لاجل الكيان، لاجل الروح، ولاجل الانتصارات. اظن دي رسالة واضحة لجميع اللعيبة. واستغناء ايضا عن احمد الشيخ، مش عارف هل دي حاجة صح ولا لا، بس اكيد اكيد في لعيبة الاهلي هيجيبها هتخرب الدنيا. وفي برضه معلومة مؤكدة ان الاهلي بيخلص في اللاعب صانع الالعاب بتاع سان داونز، ولسه هنشوف الاكيد امتى، يعني الايام هتثبت. تاني مشكلة محمد هاني، محمد هاني مستواه رديء نوعا ما. لو هو مصاب ريحوه، لو هو مجهد ريحوه، لو هو في اي حاجة نفسية ريحوه على الاقل فترة. وفي لعيبة كتير ممكن تيجي تأدي في المكان ده، مش شرط يكون لاعب كبير. احنا ما عندناش اي لاعب بيقدر نقول عليه كبير او صغير، كلهم سواسية وكلهم يقدروا يأدوا. وبس كده يا معلم. وفي النهاية كان معكم كريم عواد من برنامج طيارة. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفولو، وتتابعنا على الانستجرام وتعمل لها تويت على تويتر. ما تنساش تتفرج على الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا، وان شاء الله كده عايزين نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك مثلا ان شاء الله. واعمل لايك واعمل اشتراك. سلام.